راح تكون كتير حلوة مثل عيد ميلاده الماضي. هي كمان بدنا نروح على عيد ميلاد كوراي. وقتها بلش النهار بشغلات حلوة وانتهى بشكل كتير سيء. سيدي كل يوم بيختلف عن اليوم اللي قبله. من وقتها لهلا في كتير شغلات تغيرت. كتير. انت لازم تشرب من هاد. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على سلامته. أهلا وسهلا فيكم. أمير فايق شي؟ إيه فايق. محمد تفضل. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك كمان. أنت منيح؟ أنا ما صار لي شي كتير. حابب تشرب شي؟ روح أعمل لك شاي أو شي تاني؟ لا يسلموا. تعال عود محمد. لا أنا بدي أنزل. أنا كنت بدي أسألك شغلة، يعني مشان شغلنا، قصدي أنا رح كمل شغلي؟ بدي يومين لداوم. أنت ارتاح هلا وبعدين أنا بتصل فيك. معناتها بهالحالة رح أستنى خبر منك. يلا بخاطركن. الله معك. موجوع شي؟ لا أنا منيح. ممكن تفتح الطبون؟ عم تتوجع شي؟ لا لا منيح، ما ضل كتير أصلا. لكن هاندا هي اللي عزمتك. مزبوط، ما كان عندي فرصة تانية غير هي مشان كون معك اليوم. يعني رغم انه هي اللي اجت وعزمتني بس انا قبلت. انتي عن جد بتحبي هاي الشغلة هاندا؟ اللي شايفه انك ما عم تقدري تقاومي ان تبلش اللعبة. انا ماني مستعجلة قبطان، هاللعبة رح تطول كتير. شو هي عم تتمسخر علينا؟ جد أنا ما كنت متوقعة هيك شيء. كتير منيح الأستاذ لافاند كمان هون. لفو رجع كوراي. لك يلا خلصنا. ما رح نرجع، رح ننزل ونحضر الحفلة. المجموعة اكتملت، يلا خلينا نكمل حديثنا جوا. يلا
قالوا لي إنه في حفلة لهيك إجيت. هي آخر مفاجأة سارة ولا لسه في شي تاني؟ مو أنا اللي عزمتها. الظاهر إنه في سوء تفاهم. مهم. كل سنة وأنت سالم كوراي. شكراً إليك. إيه تفضلي. البيت كبير أكيد بيكفي كل رفقاتنا. يمكن اشتاقت لي وإجت تزورني. إجيت زورك أنتي؟ بما أنه أنا اللي صرت بطل الحفلة خلينا نفوت لجوا. في مفاجآت لإلنا كلياتنا. بحكي مع كوراي باخد منه السيارة ومنرجع. لا ما في داعي تحكي. فريحة ما بعرف إذا إجا رح تضل. أساسا ما كنا فريق مسلي. طبعا في كتير أسباب للروحة ما هيك؟ دائما نحن في عنا أسباب حتى نهرب. بالنسبة إلي ما في أي سبب حتى أهرب. وإذا أنت كمان ما عندك خلينا نفوت، بلكي بيكون في مفاجآت تانية. تعالوا حتى دلكن على غرفتكن مشان ما تطلعوا على الدرج. نقيتلكن هاي الغرفة. فريحة، مو أنا اللي عزمت إيجا. يلا خلينا نروح على غرفتنا. عم بتقولي غرفتنا؟ ليش شو مفكر قبطان هي لعبة أولاد؟ شايفتك لساتك هون. تعرفي شغلة هاندا؟ أنا مالي مرته لأمير، غلطتي بالهدف. تخطينا هديك المرحلة وانتي مانك واحدة منا. ما بعرف مين عزمك لهون أو إذا كنتي مخططة لوحدك ولا في حدا وراكي عم يساعدك، بس بدي اياكي تعرفي إنه ما في حدا رح يساعدك صدقيني. والله أنا أجا على بالي يكون هون فأجيت، بس حس حالي إني مليت. ما في داعي دليني على الباب بنوب. يلا خلينا نروح على غرفتنا. أنا بصراحة متعودة أخلق حماس بالأماكن اللي مو معزومة عليها. أنا نسيت أدويتك، رح روح جيبها. أمير، أنا حبيت إني ضل هون بس منشان غيظة لهاندا، بس اطمن رح أروح بعد شوي، لا تقلق. لازم نحكي مشان الشغل. أصلاً كان هالشغل مثل شغلة اليانصيب، مثل ما أجا مثل ما راح. بقدر لاقي شغل جديد، لا تخاف علي. رح تكملي بشغلك. أمير، إحسان بيك قلعني من الشغل عنده. ماشي، وأنا عم بقلك بدك ترجعي لشغلك. قلت له لإحسان بيك إذا ما ضليت أنا ما رح ضل. يعني هلأ عم بتقلي أنقصتك بالرجعة على الشغل؟ أكيد أنا ما عم بقلك إياها بهي الطريقة. أمير، قلي أنت ليش بدك يعني يكمل معك بالشغل؟ لأنه في واحد تافه ما بده ياكي وبده يتركك الشغل. برأيي هذا الشيء سخيف كتير. كنت مستهدف وأنا كنت المسؤول. إذا بدهم يقلعوك يقلعوني كمان. طيب ممكن بس تعطيني وقت لفكر؟ رجعي عالشغل وبعدين فكري. أدويتك، مو أنتوا كنتوا عم تحكوا بالشغل، ليش سكتوا؟ فريحة، جوزك عن جد بطل حقيقي، عم بيحاول ما أبقى بدون شغل. هو هيك ما بيتحمل أبداً، عمل مع أخي نفس القصة.